مبسوط جدا والله، كني لسه منزل اول اغنيه ليا، كني لسه بتعرف دلوقتي. لو اقدر اوزع 2 مليون تذكره اوزع عشان الناس دي هي اللي عملتنا. ثاني اغني لتميم سنه حلوه يا تميم. ابو سام والله العظيم اجيب لي الحظ. لا اله الا الله يا بنت، اوعى يكون عمل شكلها العمل. اللي معاه ربنا ما بيتوترش. الحمد لله مبسوط جدا والله، كني لسه منزل اول اغنيه ليا، كني لسه بتعرف دلوقتي. اللي دي شايفها اللي معاه ربنا ما بيتوترش. الحمد لله. انا وريتك هتخش هتخش حاضر. اه والله هدخلك حاضر. باول بطوله سينمائيه قدام اسعاد يونس. اسعاد يونس صاحبه السعاده، انت شعورك ايه وانت هنا دلوقتي وشايفاها قدامك؟ انا بحب يسرى قوي وهي ام الثانيه، ولو حظي حلو فده من عند ربنا ودعوه امي وحب الناس اللي جايه دي. انا وزعت 400 تيكت على الجمهور عشان خاطر لو اقدر اوزع 2 مليون تذكره اوزع عشان الناس دي هي اللي عملتنا. انا بنت مقدم مجموعه اغاني. لو فيك انا كنت جيت الفيلم. مزوره يا اخي. يا عنب انت مقدم مجموعه اغاني في فيلم عصابه عظيمه، كلمني عن تحضير الاغاني. والله الاغاني اشترك فيها ناس كلها جامده، فلسطيني، حازم اكس، كيشو، اردني، ذكرى، الناس كلها شاطره، كلهم ساعدوني في العمل. عيطت عشان كنت تعبان والله، لحد دلوقتي عايز اعيط مش عارف، بس مش عارف الدموع راحت فين عشان مبسوط، بس يمكن مش عارف. قول لي عظيمه عملت فيكوا ايه في الكواليس؟ عظيمه عظيمه بصراحه جننتنا. يا لهوي ضربنا بجد بالحزام. اسكتي انت مش عارفه حاجه، انا جاي ولا حاطط لازقه يا جماعه. والله حاضر اتسقط. هات اتفرج ايه بالجمهور ولاده النهارده. اسمه ايه؟ حاضر ثانيه واحده، ما هيدوني فلوس عيد ميلاد وشغل والراجل مش شغال وموقف شغل. ثانيه واحده. يا لهوي انت اللي اكلت الجبنه. كل اللي موجودين دول بسبب التذاكر اللي انت نزلتها على الستوري. تميم ثانيه اغني لتميم. هل سنة حلوة يا تميم، سنة حلوة. أحلى تميم، كل سنة وأنت طيب يا أحلى تميم في الدنيا، ربنا يخليك لبابا وأم عبوس. عبوس هنا. قلت ستوري امبارح إن أنت عدد تذاكر معينة ومنزل أرقام ناس للجمهور. ما هو الناس دي اللي خلتني هنا. ليه ما يجوش؟ ولو طول أجيب أنا عندي 2 مليون 800 على الانستجرام، نفسي أجيبهم كلهم. بس والله العظيم اعمل ايه بقى، الباقي جبت بيه بنزين، مش عايزه افضح الموضوع. حاضر 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 هاتي. انا بقى انا ما شفتش معاك لسه، ما مش مشغله الكاميرا. يلا انا اسف. ايه اللي حصل ده؟ جمهورك جاب لك الحظ يا جدعان. بالله عليكم يا جدعان، هو يكون عمل والله العظيم هجيب لي الحظ. يعني فيلم هينجح؟ انت مؤمن بالكلام ده؟ انا مؤمن بالله، بس ده لو هيجيب الحظ بجد. لا اله الا الله يا بنت، اوعى يكون عمل شكلها عمل. ما ماشي فين التليفون؟ لا انا مؤمن بالله، ما بؤمنش بالعمل. لا ما حسدي لسه مقلوق، اما ادلق عليها كوبايه بيبسي اعمل ايه؟ يلا